أما هلأ مشاهدينا بدنا نكون مع أكثر الرياضات المحببة وهي رياضة ركوب الدراجات الهوائية. يعني فعلا فاتن هي من الرياضات المميزة، وأنا شخصيا كتير بحب لهذه الرياضة لأنه يعني فوائد كتيرة، بتعطي كتير ميزات للاعب واللي بيمارس هذه الرياضة، بالإضافة أنه يعني هي رياضة يعني إلها هيك خصوصية. تماما مثل ما قلتي نادين، يعني هي رياضة جميلة بتعطي كتير فوائد، وإضافة لفوائدها بالحياة العملية. يعني كمان بنشوف ناس كتير بتتنقلي من مكان لمكان من خلال هيدا الآلة، فكتير حلو إنه الواحد يكون في عنده خبرة فيها وحصل على بطولات أيضا. تماما، يعني هيدا الشيء حسب مثل ما ذكرنا الشغف ومحبة هيدي الرياضات. فلي محبي ركوب الدراجات الهوائية كان يوم عالمي لهيدي الرياضة المتميزة. نتعرف أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع. بسعدنا نرحب معنا بالاستوديو بدايه بالاستاذ علي هنيدي، رئيس لجنه الدراجات بالاتحاد الرياضي. سعد صباحك استاذ علي. صباحك ان شاء الله. اهلا وسهلا. وايضا نرحب بالاستاذ عبد القادر هنيدي، اداري ايضا بلجنه الدراجات. لك سعد صباحك. اهلا وسهلا فيك استاذ عبد القادر. الله يسلمكم. اهلا وسهلا بحضراتكم ويسعد صباحكم. بدايه يعني اذا بدنا نحكي عن اهميه وجود يوم عالمي للتذكير بهذه الرياضه، فوائد احياء هذا اليوم من خلال فعاليات، تفضل استاذ علي. عندك. تفضل استاذ عبد القادر. اليوم العالمي للرياضه الدراجات لا عالميا له، حطوا له يوم مثل لاي لعبه ثانيه، عملوا له كمان الى كمان مميزه لهذه اللعبه. فرياضه الدراجات رياضه عظيمه وعالميه، وهي بالمناسبه جماعيه وبنفس الوقت فرديه، وبالاحتفالات بهذا اليوم العالمي لحتى يميزوا انه لعبه الدراجات الى يوم محتفلين فيه كل العالم برياضه الدراجات. رياضه الدراجات هي رياضه بدنية، رياضة اجتماعية، رياضة جماعية، عائلية، فينا نسميها كمان مثل ما بنقول نحن كاتحاد، بنقول أسرة الدراجات وليس لاعبين الدراجات. أسرة يعني بيت واحد، بتشوفوا المدرب هو الأب والاتحاد ولا الإداريين هن اللي بيتابعوا هذا الموضوع. واليوم العالمي هو من الأيام اللي بيخلي الواحد يتذكر إنه هيدي اللعبة إلى مكانة عالميا، يعني بصير بتتوسع كل مجالها وكل الامور ان شاء الله. ان شاء الله. يعني فعلا هي مثل ما ذكرنا رياضه محببه ايضا لمحبيها او لهواتها اكثر شيء. فاليوم استاذ علي اذا بدنا نتحدث عن هيدا اليوم، يعني اكيد في تحضيرات للمشاركه بهيدا الحدث ودعمه، وحضرتك رئيس لجنه الدراجات بالاتحاد الرياضي، فشو هي كانت الخطه للاحتفال بهيدا اليوم؟ هي عباره عن مسير، مجمع الدراجات نطلع مسير وعرض. من وين لوين راح يكون المسير؟ هل مشاركة المحافظات بأجمعها ولا انه في منطقة؟ هو دائما على طول بصير بكل المحافظات. بكل المحافظات في مسير او بمحافظة بيجتمعوا الكل؟ لا، بكل المحافظات في مسير. حلو. تمام. باللاذقية اذا بدنا نحكي. باللاذقية هو صار مبارح يمكن. مبارح. وطلعوا مسير الشباب، بس هيدون ما جمع الدراجات، ما جمع الدراجة يلا على البسكليت. تمام، كثير حلو. بخصوص الاتحاد شو محضرين؟ حاليا في عندنا بطولة بحما 17 الشهر ان شاء الله تعالى. تمام. وهي كمان سباق الدراجات العالمية. تمام. يعني وجود هيك بطولات دائما يمكن لتذكير الناس بالفوائد. خلينا نحكي اكثر كيف عم بتكون هيدي المسار، يعني اللي عم بتنظموها، حتى السباقات اللي عم بتنظموها بهيك يوم، انه قدامهم كمان نذكر بفوائد هيدي الرياضه وخصوصيتها. يعني هي رياضه يمكن بتختلف بكثير اشياء عن الرياضات الثانيه. هو الرياض دراجات هلا بمناسبة الاحتفال العالمي عاملين كل محافظة عاملتها ببلدها لأنه الظروف المالية ما بتسمح لنا نشارك محافظة جمهورية. فالرياضة رياض دراجات رياضة بتحسي أنه بتشتغل اللاعب بيعطي كل أحساسه بيشتغل فيه. يعني ما بيفكروا أنه بس إجرين عم تتحرك أو إيدين أو بطن أو قلب، لا 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 أبدا، حتى الدماغ بيضل مفكر، بشوف عيونه عم تلعب هيك، العين بتلعب والإجرين بتلعب والقلب بيلعب والعضلة بيلعب، كل لعبة بهي اللعبة كل جسم بني آدم كله بيلعب عم بيتحرك على مستوى كلاعب.
وضع اجتماعي بتحسي اللاعب نفسه مرتاحة كتير ومبسوط كتير، وخاصة اللاعب اللي بيحب للعبة. يعني هلأ ما حدا بينجح إلا إذا ما بيحب للعبة. تماما. فالبتشوفي بيحب للعبة بيلعب على أي مستوى وأي وتيرة كمان. تماما. يعني هي مهارات بيكتسبها اللاعب، ومثل ما ذكرت يعني اللاعب هو بيحب هيدي اللعبة فبيتميز فيها، يعني بيعطيها من قلبه مثل ما بنقول، والدراجة بتعطيه يعني بتعطيه هيدي الفوائد اللي نحن عم نحكي عنها. فيعني خلينا نقول لنعتبرها انه هي اليوم دعوة او تحبب اكثر بالدراجة الهوائية. يعني نعتبر انه هلا باي بيت خلينا نقول عندهم بنسميه البسكليت في دراجة. فيعني قديش مهمة فعلا اليوم وجود هيدي الدراجة، وخصوصا بظل هيدي الظروف. يعني ممكن تعتبر وسيلة نقل، ممكن ترفيه، ممكن رياضة، يعني أكثر من هدف لوجود الدراجة. فعلا صح الحكي، هي خدمة للوضع اللي بدي توصل فيه الواحد، وبنفس الوقت بتحسي انه الدراجة قطعة من جسم بني آدم صارت. يعني صار خاصة اللي بيحب للعبة أو بيحب للرياضة بس تعود عليه للدراجة، صار ما عاد فينه بلاها للدراجة. مثل ما بيقول واحد والله أنا عندي السيارة ضل بلا سيارة، بصير أزعد أسبوع بلا سيارة، بس هذه الدراجة والله بعرف مختلفة. شيخ إمام جامع بجيبه على الجامع معه على الدراجة. والله ممتازة كتير. بالعكس هيدا الشيء تشجيع، يعني الناس ممتاز ممتاز. ولعبة الدراجات هي لعبة من أنشط وأحلى وأجمل، يعني أنا مثل ما بيقولوا عاجز القلم واللسان عن وصف هذه اللعبة الحلوة. صح. اجتماعيا وفكريا، وبتشوفي اذا بتشوفي مزبوط اللاعبين نكشي عليهم، بتشوفي بتقولوا لاعب بيكون منه درس دكتور، منه درس مهندس، ومنه درس ودراجته هي موهبة منفصلة. صحيح. أيوة صحيح. تماما. يعني هي ثقافة يمكن حلوة انه المجتمعات تكون موجودة فيها. يعني ممكن يكون في تحديات معينة نحن نقدر نعالجها بهيك يوم، نقدم بعض الحلول لحتى تكون هيدي ثقافة بالمجتمع. يعني ما بس تكون رياضة، ايضا تكون وسيلة للنقل، وخصوصا انها هي مساعدة للبيئة. فشو هي التحديات اللي ممكن تواجهنا استاذ علي؟ عندهم علي احنا لك شغله. اول شيء من خلال هالمنبر العظيم بدنا نوجه اول شيء تحيه لرئيس اللجنه التنفيذيه باللاذقيه والاعضاء اللجنه التنفيذيه، طبعا الاستاذ بسام زروند، مشكور ما بيقصر من هالدعم اللي عم بيقدمه للنادي. وبنوجه كمان تحيه كثير كبيره للاستاذ فراس معلق، طبعا هو استاذ الرياضه بسوريا وما قصر ابدا بدعم الدراجه. والتحية الكبيرة الأكثر هي لرئيس اتحاد العربي السوري للدراجات خالد كوكاش، اللي عم يدير بهالظروف القاهرة الاتحاد وعم يشارك بهالبطولات على مستوى الجمهورية ومستوى دوليا. يعني بتشوفي هو طبعا عضو اتحاد عربي هو، ومتابع من خلال الاتحاد العربي لهذا الموضوع. يعني فدائما بدنا نحن اللي بدنا اياها نحن، اللي نحن بحاجه للتحديات اللي عم تصير قدامنا. اول شيء الظروف الماليه او الظروف الماديه، لو كان بالاقل، لاني اغلب اللاعبين منهم بيقدموا هالدراجه، ومنهم هن بيشتروا قطع تبديله، ومنهم بيشتروا الكوشوك ولا الى اخره. صحيح. فكمان اللاعبين برافو عليهم، عم وملتزمين حتى بالتدريب، ملتزمين بالبطولات. صحيح. ملتزمين طبعا، وكمان كلجنه فنيه طبعا ما عم يقصروا. حتى البنية التحتية يمكن هي كمان مساعدة لحتى نحن نوصل بهذا اللاعب لطرقات جيدة، يقدر يتدرب دائما بأريحية، ما يكون في عقبات بطريقة. طبعا طبعا. لكلك عنا نحن بسوريا بشكل عام طرقاتنا جيدة، بدت بشوية تصليح وشيء، بس ممتازة جدا، وللدراجة وللبطولات الجمهوريه ممتازه. يعني في طرق محدده حتى ممكن يتساعد اكثر اللاعبين. فنحكي عنها اكثر، يعني هلا اللي عم يسمعونا ويشوفونا شو هي الطرق الاساسيه يمكن اللي ممكن يرتاحوا فيها اكثر من غيرها، كونكم عندكم خبره بهيدا الشيء. طبعا. شو لك شغله، لما بتشوفي مثلا لاعب دراجات بتقولي له والله طلع من اللاذقيه لصنفه بضل مثلا ساعه و38 دقيقه، السياره بدها ساعه لصنفه. بشوفي هاللاعب هذا شو بذل وشو طلع وشو قدم لحتى وصل على
المستوى ليوصل عليك اللياقه يعني. تمام، هي بجهه تمرين مستمر يعني، تحديدا لاعب الدراجات هو اذا انقطع عن التمرين كارثه يعني. أيوة. بده بشكل معم. تمرين مستمر. استاذ علي بدنا نساعده للاستاذ عبد القادر، بدنا نحكي نحن ايضا بالفعل اليوم دعم اللاعبين. عم يتحدث الاستاذ عبد القادر بانه عندنا لاعبين متميزين عم بيحبوا هيدي اللعبه، عم بيقدموا جهود يعني اكيد مضاعفه. بالمقابل يعني اليوم بلجنه الدراجات بالاتحاد الرياضي يعني السعي لتحسين واقع لعبه الدراجات خلينا نحكي بالمحافظات بشكل عام. المحافظات كله عم يتدرب، كله كويس يعني، مستواهم جيد الحمد لله رب العالمين. وبس محاولات تقديم الاتحاد للانديه خلينا نقول للفرق، هن بس يقدمونا قطع غيار نحن للدراجات. نحن اهم شيء عندنا قطع الغيار، نحن ما عندنا دراجه بحاجه لصيانه بتساعد صيانة. اللاعب يعني هلا نحن عدم مؤاخذه، انا صار لي 3 سنين رئيس لجنه، عندي 3 دراجات عم مشارك اليوم، ما بس انا وكل المحافظات وما تبقى كله عم يقدم من جيبته، من رئيس اللجنه لاصغر لاعب في عنا بكل المحافظات. هذا الشيء شوي رجع مستوانا لورا. والوضع اللي نحن يعني عم تقول فيه يعني مبادرات خلينا نقول شخصيه للمحافظه على مستوى هيدي اللعبه قدر الامكان. تمام. يعني صح. نتيجه هيدي المحبه للعبه. هلا البطولات ايضا كيف بيتم تحسين ايضا وضع البطولات؟ البطولة بأي محافظة عم تصير، هن أغلبيتهم عم تصير باللاذقية، يعني عم يجي لعنا كل المحافظات، مشاركة جيدة جدا ومستوانا جيد الحمد لله رب العالمين بكل الفئات، وبالظروف اللي نحن فيها عربيا مستوانا جيد. تذكر من زمان دائما البطولات باللاذقية دائما صحيح يعني دائما اللاذقية هي سباقة لاستضافة هذه البطولات الجمهورية. صحيح تماما، مثل ما قلتوا يمكن هي مجموعه جهود عم تضافها لحتى نكفي بهيدي اللعبه، ومثل ما قلت كمان هي حتى في اسماء للاذقيه بالبطولات العربيه. نحكي عن هيدي البطولات يعني المراكز اللي حصلت عليها مدينه اللاذقيه، الاسماء اللي هي معروفه دائما اللي عم بتشارك وعم بيكون لها اسم وحضور بهيدي اللعبه. كان عندنا من تاريخ الدراجات بسوريا من السبعين من بعد الحركة التصحيحية طلع من عنا لاعبين مميزين، أول شيء عربيا وثاني شيء دوليا يعني، وطلعوا من عنا لاعبين إذا بدنا نقارن اللاعب اللي طلع من سوريا أو من اللاذقية على أي لاعب أوروبي أو وبضاهيه وبينافسه، هذاك مصروف بتقلوا عليه وهذا صارف من نفسه عليه. والاتحاد ما مقصر طبعا، مقدم كل الإمكانيات اللي اللي عند الاتحاد وكل طبعاً. الامكانيات اللي مقدمتها لك هاللجنه التنفيذيه واللجنه الفنيه واتحاد عربي، فهيدي بتقدم لنا. بس نحن كمان اسا كلجنه او كلعبه اسره دراجات مثل ما حكينا طبعا بدنا بحاجه مثل ما بيقولوا من نق على الام لترضعنا، فنحن من النق على الاتحاد وعلى الاتحاد السوري ولا يكون في متابعه دائما نكمل. هلا مثلا اللجنه الفنيه عندها 3 دراجات، طبعا في عندهم 20 دراجه يعني 25 دراجه عندهم، بس شو اللي عندهم هيكل دراجه اذا بدنا نكمل نصلحها بحاجه للصيانه دراجه كامله. والظروف مثل ما نحكي كثير سيئه وصعبه هلا، ولحتى تقدر بتقدم ورغم هيك نتائج ممتازة عربيا ودوليا كمان. صحيح، شوف لاعب دولي مثال عمر حسنين، بشوف بطولة العالم محل فلاني اخذ مركز متقدم ممتاز. بتشوف لاعب مثلا يعني اذا بدنا نقعد نذكر مثلا من اللاعبين الكبار القديمين مثلا عبد الناصر هنيدي كان لاعب يعدوا له للعشرة كل المنافسين تبعه عربيا ودوليا، يعني محل ما بينذكر هو ما حد بيفكر بالاول صار بيفكر بالثاني. يعني كمان لاعب كبير، وتخرجت هذا كله تخرجوا هذول من سوريا طبعا فضل جهود المدربين والاداره والاتحاد والتكاتف مع بعض لحتى وصلوا هذول اللاعبين. كان اكيد الامور اسهل سابقا طبعاً، يعني بتحقق نتائج موجوده كل قطع خلينا نقول التبديل او قطع الغيار للدراجه او حتى موجوده يعني التسهيلات الماديه من قبل الاتحاد. حتى يعني بذكر انه في انواع كان للدراجات ممكن يتم استيرادها ايضا من الخارج، لكن اليوم الظروف اكيد تغيرت. هيدا الشيء
البطولات بده يكون في تعاون وتنسيق يعني دائما استاذ علي مع باقي الجهات المعنيه بالمحافظه، يعني نعرف مع دائما البطولات او مع فريق الدراجات بده يكون كادر كامل صحيا وامنيا وتنسيق وتشبيك، كيف بيتم دائما التنسيق بهذا الموضوع؟ هل من تعاون ايضا وتسهيلات مقدمه؟ تسهيلات جيده جدا الحمد لله، يعني مقدمينها وما بيقصروا معنا الشباب يكثر خيرهم، يعني كاسعاف ولا صحيه ولا شرطه مرور ولا امن، كله الحمد لله ربنا ما بيقصروا دائما، يعني يكونوا بجاهزيه تماما. بيتم تجهيز اكيد قبل البطوله، قبل البطوله بيكون اللجنه الفنيه او الاتحاد بيكونوا محضرين ضمن اجتماع فني قبل البطوله، بيبلغوا مثلا وزاره الداخليه، بترافقهم الشرطه المراقبه باختيار الطرق ايضا طبعا اختيار الطرق هي في لجنه مخصصه لهذا الموضوع من الاتحاد. حلو. من الاتحاد السوري للدراجات بالشامات بيجوا بيشوفوا الطريق قبل بيوم وبيومين، بيراعوا بعدين بيرفعوا كتب لوزاره الصحه، الصحه ما بتقصر فورا، طبيب وممرضات وممرضين كله ممتاز وكاملين، مستشفى كامل متنقل مع اللاعبين. حلو. يعني بتعرفي لعبه الدراجات بتعرض اللاعب لكل حادث ودائما بصير حوادث ومزعجه كثير الحوادث. صحيح. لكن بيتم اختيار طرق خلينا نقول متوسطه مناسبه لكل مستويات اللاعبين، لانه في طرق صعبه ما كل اللاعبين حسب الاعمار، يعني سواء كسيدات او رجال او اعمار صغيره او ناشئين، يعني في طرق للمحترفين خلينا نقول في طلعات كثير وصعوبه الطريق وفي يجب ان يكون احترافيه بهذا الموضوع فبتراعوا يعني كل هيدي المستويات. احنا لما بدي تصير بيجي لجنه مخصصه من الشام من الاتحاد، يعني بمشاركه اللجنه الفنيه بالمحافظه كان باللاذقيه او باي محافظه ثانيه، بيطلعوا اول شيء بيكشفوا على الطريق هذا اللاعب اللي طالع اليوم، مثلا شباب بيطلع ممكن يوصل مستوى لطلوع مثلا 100 متر فوق سطح البحر، مثلا الرجال بيعطوه 150 متر فوق سطح البحر اقوى يعني اكثر، مثلا الاشبال، مثلا البنات، يعني نادر يكون في طلوع، يفضل السهل لهم وشويه هذين بتعرفي هذول بيضلوا بيضلوا انعم اجنس اللطيف كثير حلو فاكهه الرياضه صح. حلو البطولات القادمه عشان تحضروا خلال الفتره القادمه شو في؟ هلا شوفي بطوله الجمهوريه قريبا ان شاء الله تعالى، هي بحما 17 الشهر عم نجهز لان شاء الله امور رجال الله وتعالى تكون كويسه ان شاء الله. ان شاء الله تعالى يا حما، يعني تم التجهيز لها، وكيف عم بتدربوا هلا الفريق خلينا نقول اللاذقيه للمشاركه؟ كم عدد اللاعبين؟ هي رجال وسيدات؟ تماما نعم عندنا لاعبين الحمد لله، وفي منهم عندهم دراجات اللي لهم ملك، هيدون ماشي حالهم، واللي ما موجودين موجود عندنا هالدراجات ان شاء الله موفقين يا رب، بيستحقوا اللي عم يبذل جهد ليتابع، يعني فعلا بيستحق انه يعني ياخذوا مراكز متقدمه بشكل دائم، بدنا نسمع مركز يعني ان شاء الله بالبطوله القادمه. ان شاء الله. اذا بدنا نحكي نرجع لليوم العالمي اللي هو بيصادف اليوم ولا كان امبارح؟ امبارح كان. اذا بدنا نحكي عن يعني المشاركه العالميه، يعني باقي خلينا نقول الدول، كيف بتتم الاحتفالات بهذا اليوم؟ كمان بيكونوا عاملين له دراسه كامله، كل دوله ممكن يكون سباق دولي يعملوا فيه احتفالات، مثلا اوروبا بتشارك بعشر دول بدوله معينه باحتفالهم فيه، بيشاركوا بالبطولات على مراحل مرحلتين او مرحله هي على الاغلب، لانه هو يوم واحد هو. فبتكون الامور الفنيه والتعبويه والامور اللاعبيه كله شغال وكله محتفل بهذا اليوم اللي هو اليوم العالمي، والله بنقول الف شكر للي وجه هذا الامر انه يوم عالمي للدراجات، ميز لعبه الدراجات مثل بيوم اللعب الكبير بهاليوم العالمي. صحيح. شغله كثير حلوه وكبيره كثير، تستحق هذه اللعبه فعلا. تستحق هذه اللعبه. كلمة أخيرة بتحب توجهها لكل الشباب اللي عم بيشوفونا، الصبايا اللي عم بيشوفونا، بحول أهمية هذه اللعبة، تشجعون عليها أكثر؟ والله أول شيء هي اللعبة بدها مين يحبها، يعني لحتى ينجح فيها يحبها، وأنا بقول شغلي لكل هالشباب الصغار يلي يبدأوا من الأشبال إلى الشباب إلى الرجال إلى البنات، إن كانوا شبلات أو سيدات أو شابات، أو لعبة الدراجات لعبة عظيمة وحلوة كتير، وبس اشتغل فيها أو مارست اللعبة البنت أو الشاب بصير يحبها، بضل كامش فيها، بصير يضل هو يدور عليها، بصير هو اللي لازم يكون بيعتبر حاله أنه هيدي قطعة من جسمه بده يكمل فيها، وهذه الرياضة بتلهي عن كتير أمور
خارج الرياضة. الرياضة هي شغلة عظيمة، ورياضة الدراجات بالذات شغلة مميزة وعظيمة يعني. طبعا. وفيها تعب وفيها كتير شقة، وهذه الرياضة طبعاً. أستاذ علي. لعبة حلوة، بده يدير باله عليها مثل ما حكى الأستاذ عبد القادر، يدير باله عليها لحتى هي تعطيه مثل ما بده. أي واحد بيدير باله على أي شغلة بتعطيه مثل ما بده. إن شاء الله، أكيد بنتمنى لكم كل التوفيق بهذه اللعبة، وفعلا مشكورة جهودكم يعني عم تحاولوا قدر الإمكان بالمحافظة على مستوى هذه اللعبة بقدر الإمكان. بنشكركم جزيل الشكر والتوفيق لكم بالبطولة القادمة أستاذ علي، وأيضا باقي البطولات، ودائما يعني أسماء لاعبينا وهذه اللعبة ترتقي بالمحافل الدولية بشكل مستمر. شكرا لكم لوجودكم معنا الأستاذ علي هنيدي وحضرتك رئيس لجنة الدراجات الاتحاد الرياضي، وأيضا الأستاذ عبد القادر هنيدي حضرتك إداري بلجنة الدراجات. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم، نورتوا صباحا.